ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تسلمت القوات المسلحة المغربية شحنة جديدة من الأسلحة المتطورة عبارة عن نظام راجمات صواريخ الصيني، والذي يعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم. وأفادت صفحة القوات المسلحة الملكية المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا النظام عبارة عن مجموعة شاحنات ثمانية الدفع تحمل كل منها 12 قاذف صواريخ عيار 300 ملم قادر على إطلاق مجموعة متعددة من القذائف الكلاسيكية والعنقودية بمدى يصل إلى أكثر من 150 كيلومترا وهامش خطأ لا يتعدى المتر الواحد لبعض أنواع هذه القذائف، ما يجعله من أقوى منظومات راجمات الصواريخ بالعالم. وأكد الجيش المغربي أن هذا السلاح يعد من أقوى أسلحة الردع في ترسانة القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث إن بطارية من 6 راجمات يمكنها إطلاق 72 صاروخا يصل وزن الواحد منها 800 كيلوغرام ذات رأس حربية محملة ب 280 كيلوغراما من المواد المتفجرة في 30 ثانية فقط، وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة، ما يمكن من تدمير مدينة صغيرة في ظرف دقائق. وحددت المملكة المغربية في الآونة الأخيرة ترسانتها العسكرية على نحو واسع، إذ أبرمت صفقات عسكرية مع دول حليفة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.